رقبوا عشاق كرة القدم حول العالم الإعلان الرسمي لانضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بعد أن وصل ميسي باريس بالفعل قبل ساعات. صفقة الموسم والتي أكدها والد ليونيل ميسي بتصريحات لوسائل الإعلام فور مغادرة النجم الأرجنتيني مطار برشلونة متوجها إلى باريس التي وصلها قبل ساعات وسط استقبال جماهيري. وبالرغم من عدم الإعلان الرسمي عن الصفقة إلا أن نادي باريس سان جيرمان والجماهير عدت لاستقبال ميسي في المطار وأيضا ملعب حديقة الأمراء مما يؤكد التعاقد مع ميسي. وكانت تقارير إعلامية فرنسية أشارت إلى أن الاتفاق تم بين الطرفين لمدة موسمين مقابل 41 مليون دولار في الموسم الواحد. هذا وكانت طائرة ليونيل ميسي الخاصة والتي أقلته هو وعائلته قد وصلت إلى مطار لوبورغي في باريس لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان. وهبطت طائرة ميسي الخاصة في ضواحي العاصمة الفرنسية واحتشدت الجماهير بجماهير باريس سان جيرمان في المطار وصاحت باسم اللاعب للترحيب به. في برشلونة أزال ملعب كامب نو الخاص بنادي برشلونة لوحة عملاقة تحمل صورة قائد برشلونة السابق ليونيل ميسي في إشارة لنهاية مشوار ميسي في إسبانيا بشكل رسمي. وأزيلت جميع صور ميسي من الملعب الشهير وسط حسرة الجماهير الكتالونية التي كانت تعول على النجم الأرجنتيني. وللحديث عن آخر التطورات بشأن انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان ينضم إلينا مباشرة من باريس وعبر السكايب الصحفي الرياضي نزار نور. مساء الخير سيد نزار، كيف استقبلت باريس ليونيل ميسي؟ ضعنا بصورة الحدث الذي تابعه العالم عن كثب. بداية دعنا أقول لك فرحة جنونية، يعني لاستقبال أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب، واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم. أعتقد أن برشلونة ارتكب حماقة كبيرة في أن يترك ليونيل ميسي ينتقل إلى باريس سان جيرمان، أو ارتكب حماقة أكبر عندما لم يجدد للاعب بأي صورة كانت. كان عليه أن يجد الطريقة المناسبة لإبقاء ليونيل ميسي في الدوري الأسباني، الدوري الأسباني الذي فقد رونقه بمغادرة كريستيانو رونالدو ونيمار من قبل، وراموس اليوم يفقد الرونق بالإضافة إلى كل الذين فقدهم ليونيل ميسي. الأجواء هنا في العاصمة الفرنسية، يعني الجماهير تقسمت ما بين مكانين. المكان الأول هو مطار لوبورجي، حيث وصلت الطائرة التي أقلت ليونيل ميسي بعد التوقيع على العقد في جزيرة إيبيزا مع إدارة باريس سان جيرمان. والنصف الآخر من الجماهير أمام ملعب البارك دي برنس حديقة الأمراء، وستنتقل الجماهير التي هي في مطار لوبورجي بالتأكيد إلى 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 ملعب باريس سان جيرمان. هناك سيكون إذن، يعني باختصار شديد، سيكون هناك بعض التصريحات من النجم الأرجنتيني بعد التوقيع، لأن مع الاحتراز بأخذ الاحترازات بالنسبة للوضع الصحي، خاصة أننا نمر بظروف صعبة في فرنسا وظروف الكورونا، الجميع يعرف بهذه الظروف. إذن الآن فقط سيد نزار، هل يعني على المستطيل الأخضر؟ إذن المعلومات مؤكدة بأن أنه تم توقيع العقد مع نادي باريس سان جيرمان؟ صحيح، وتم توقيع العقد بتأكيد، لأن ميسي عندما وصل إلى مطار لوبورجي وصل وهو يلبس
القميص قميص باريس سان جيرمان. يعني الآن لا أحد يتحدث عن شيء غير أن ميسي في باريس سان جيرمان. كانت هناك بعض التفاصيل الصغيرة لاحترام قواعد اللعب النظيف، يجب أن لا يتجاوز راتب ميسي حد كبير حتى لا يؤثر على ميزانية باريس سان جيرمان، يجب أن يكون هناك توازن. نعم، ما بين متى من المتوقع أن يتم الإعلان القيمة التي دي. نعم سيد نزار، متى من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا العقد وأيضا ما يحتوي؟ حقيقة الإعلان عن العقد يجب أن يصدر الإعلان من النادي الباريسي بنفسه، يعني يجب أن يصدر باريس سان جيرمان تفاصيل العقد، ولكن في الوقت الراهن فقط وضع على إنستغرام وعلى تويتر بعض التفاصيل التي تتحدث عن إيفاد وافد جديد إلى الميركاتو الصيفي وهو ليونيل ميسي بطبيعة الحال. الآن ليس لدينا أكثر من أن ننتظر التفاصيل التي سيقوم بها باريس سان جيرمان على موقعه الرسمي، وبالطبيعي يعني المؤتمر الصحفي صيف سيعلن كثيرا عن هذه الصفقة بكل حال من الأحوال. نعم، الحديث منذ أيام عن برج إيفل وأن النادي الباريسي باريس سان جيرمان قام بحجز البرج يعني للإعلان عن هذه الصفقة، هل لديك أيضا معلومات عن ذلك؟ لا 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 على الإطلاق، الأمر كله يختص بباريس سان جيرمان، ليس هناك أي شخص لديه أي علاقة بالموضوع سوى نادي باريس سان جيرمان، حتى المدينة نفسها ليست لديها علاقة. أموال باريس سان جيرمان مختلفة تماما عن أموال العاصمة الفرنسية باريس وبلدية باريس، هناك أشياء مختلفة تماما، يعني حتى الملعب الذي يلعب عليه نادي باريس سان جيرمان هو ملعب خاص للنادي بالإضافة إلى البلدية بالاشتراك، ولكن ليس هناك علاقة مباشرة ما بين الاثنين. نعم، بسؤالي عن انتقال ليونيل ميسي بشكل موسع، ماذا سيشكل هذا الانتقال لباريس سان جيرمان ولفرنسا ككل؟ حقيقة الإضافة كبيرة، يعني هو إعطاء قيمة نوعية للكرة الفرنسية. نعرف جيدا أن الكرة الفرنسية تسحب البساط منذ سنوات من الكرة الإسبانية، خاصة بعد أن قام النادي بإيفاد نيمار واستقطاب العديد من اللاعبين. نشاهد الكرة الفرنسية في نصف النهائي الموسم الماضي وفي نهائي الموسم قبل الماضي، إذن هي إضافة نوعية كبيرة بإضافة نجم كبير كليونيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان. نعم، من العاصمة الفرنسية باريس، الصحفي الرياضي نزار نور كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.